السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله يا رب يكون الجميع في خير وفي نعمة، اللهم أمين يا رب العالمين. إخواننا الله يبارك فيكم، نسأل الله يا رب طبعا يبارك في نحل الجميع، اللهم أمين يا رب العالمين. ونسأل الله يا رب كل الإخوان يكون في خير وفي أفضل حال، ونحلهم في أفضل حال. طبعا نتمنى من الجميع، الله يبارك في الجميع اللي ما اشتركش معنا في القناة يشترك، لعل إن شاء الله أي فيديو يتم نشره يوصل له إشعار إن شاء الله. طبعا بإذن الله مكافحة للفروة بالفورميك أسيد سريعا، أتوقع في بعض الإخوان طلبوا فيديو بالخصوص في الشهر الخامس اللي احنا موجودين فيه. طبعا الله يبارك في الجميع، دي خلية طابقين، تمام، دي خلية طابقين. طبعا ربما يكون المعظم ما شاء الله في التوقيت الحالي دلوقتي مجيش النحل وعنده خلية طابقين. طيب على العموم عشان ما نطولش في الفيديو، ان شاء الله هنقوم بعملية مكافحة الفروة. درجة الحرارة ربما النهاردة تقريبا ما بين 28 درجة الى 30 درجة مئوية، تمام. الساعة دلوقتي ربما يكون تقريبا 3 العصر تاريخ 1/5/2023. نحب طبعا نقول البيانات لعل الاخ اللي بيستمع لينا يكون ان شاء الله ايه عنده العلم. طبعا الله يبارك في الجميع، ديت فوطة ان شاء الله نحط عليها الفورميك اسيد، تمام. كذلك دي فوطة اخرى ان شاء الله، تمام. واحدة ربما يكون في الاول كده ان شاء الله، واحدة كده في المؤخر، تمام. طبعا الله يبارك فيكم، ده الفورميك اسيد زي ما انتم شايفين تركيز 65%، تمام. لعل بس اخوان يكونوا متابعين معانا تركيز 65%. طبعا انا بنصح اي احد اللي عنده تركيز 85 او تركيز 100% خفف الفورميك قبل ما تستخدم، تمام. اشتغل على 65، ده افضل حاجة عشان امانا على الملكات، تمام. طبعا الله يبارك فيكم، انا الخلية ديت احط لها مقادير او جرعة، تمام، في حدود 10 سنتي، تمام، في حدود 10 سنتي. طبعا الله يبارك فيكم، زي ما انتم شايفين ده الفورميك. طبعا انا ربما يكون العدوة، تمام، العدوة قربت تفضى، فانا كنت بالتالي معبي 10 سنتي، تمام. زي ما انتم شايفين، انا بس بحاول اوضح للاخ اللي بيستمع لي، تمام، دي تعتبر 10 سنتي تقريبا، تمام. طبعا انا بعمل جرعة مكافحة سريعا، انا بس بنبه العلم للاخوان، بعمل جرعة مكافحة سريعا قبل دخولي لموسم البرسيم اللي ربما يكون تقريبا في حدود 5-6 ايام، تمام. فبالتالي انا بعمل جرعة وقائية، انا نحل نضيف ولكن جرعة وقائية، تمام. طيب الله يبارك في الاخوان، ان شاء الله طبعا انا هحط على الفوطة ديت، تمام، طبعا لو انتم سامعين الازير بتاع النحل، تمام. طبعا الله يبارك لكم، انا بس بتكلم في نقطه بسيطه وهي الفورميك اللي حطيناه هنا، تمام، انك انت لما تيجي تقلب الفوطه، الفوطه ما فيش فيها حاجه من الخلف، انا بس لعل يكون الاخوان عندهم العلم، الفوطه بتشرب اصلا كده كده، والهدف طبعا ان الفورميك يتم تبخيره، تمام. انا ربما يكون السرنجه ديت عندي فيها مشكله، تمام، ولكن نسأل الله يا رب ما يحصلش أي مشكلة، بس خوفا على ملك أهم حاجة، لأن فيها مشكلة أتوقع والعلم عند الله يعني. طبعا اخواننا الله يبارك فيكم، انا اهم حاجه ان انا عندي ان انا اقلبها من الخلف ما يكونش فيه مشكله، تمام. اصبح الله يبارك في الجميع، انا كده خلاص
بالمناسبة بس للعلم والتوضيح، أنا لما جيت حطيت الفطين اللي فيهم في الفورميك أسيد، تمام، أنا حطيتهم في الأعلى في الطابق الثاني، حطيتهم في الطابق الثاني تمام وليس الطابق الأول. تمام، الطابق الأول زي ما هو موجود، تمام، لأن كده كده الفورميك أسيد هيتم التبخر بتاعه للأسفل، تمام، وده الهدف عندي إن هو يتم تبخيره للأسفل وبالتالي يجي على الطابق اللي هو طابق التربية. تمام، أنا بس على العلم يكون عند الإخوان. تمام، طبعا أنا حطيت فطين لأن هحط الجرعة فيهم 10 سم، ربما يشوف شايفين أنتوا إزعاج النحل. تمام، على العموم يتم قفل الخلية إن شاء الله. ده طبعا فتحة السروح بتاعت الخلية. تمام، الأمور الحمد لله كويسة عامة. طبعا كان في بعض الإخوان اتكلموا على الطابق الثاني وقال لك ممكن نحبس الملكة في الطابق الثاني أو نخلي فتحة السروح بتاعت الطابق الثاني شغال. أنا نصحت الإخوان إن كل النحل المفروض يخش في الطابق الأول. تمام، طبعا فتحة السروح عندك ضيقة، تمام، او نقدر نقول فيها مشكلة وسعها حسب الكثافة النحلية اللي عندك تقدر توسعها. تمام، طبعا الله يبارك لكم. انا اعتبر كده ربما انتهيت خلاص من المكافحة. تمام، طبعا بس للعلم والتوضيح قبل انهاء الفيديو، انا حاليا اللي انا هفعله ان انا هنتظر ساعتين ان شاء الرحمن وهفحص الخلية دي للتأكد من الملكة والنحل. لو الاوضاع كويسة طبعا هعمم على بقية المنحة الكامل. تمام، لا قدر الله في اي مشكله هتوقف. ده دايما انا باستمرار بفعل الشيء ده وبقول للاخوان دايما اعملوا الشيء ده. تمام، لعل بس يكون الصوره واضحه، ليه ربما يكون الجرعه زايده، ربما يكون الجرعه قليله. تمام، فانا هشوف الاخبار ايه. تاني شيء، النحل نفسه هيوضح معايا دلوقتي، لو ملاحظين في بعض النحل جاي من السروح. تمام، النحل هيوضح معايا هل هيحدث فيه هنا في الخارج هنا، تمام، هيحدث نقدر نقول اكتظاظ في النحل وتنافر في النحل بسبب الرائحة الفورميك اللي في الداخل، ولا الأمور هتكون كويسة. ده كله نقدر نقول هيوضح معايا كمان ساعة أو اتنين. تمام، ولكن أنا بالنسبة لي طبعا لأني بشتغل باستمرار بالفورميك، فعارف إن الجرعة اللي أنا حطيتها ديت اللي هي 10 سم، تمام، مقدارا للبراويز اللي داخل الخلية جرعة مناسبة. تمام، ولكن أنا بتكلم لأخ مثلا شغال ربما يكون مثلا بجرعة في خلية مثلا 3 براويز، خلية 5 براويز، خلية 7، فأكيد إن هو هيقلل الجرعة. تمام، وبالتالي جرب على خليه واحده. الله يبارك في الجميع، نسال الله يا رب الخير والتوفيق للاخوان جميعا. طبعا زي ما انا قلت في البدايه، درجات الحراره من حدود 28 الى 30 درجه مئويه، ودرجه الحراره لو وصلت 35 درجه ولو وصلت 40 انا بكافح. تمام، وان شاء الله لو ربنا احيانا ربما يكون على بعد موسم البرسيم منتصف شهر 6 ميلادي هنصور فيديوهات زي السنة الماضية. السنة الماضية برضو موجود قناة، موجود فيديوهات على القناة، فيه فيديو بتاريخ 20/6 العام الماضي. تمام، وكانت درجة الحرارة ربما تقارب من 38-40 درجة وكافحت والأمور كانت كويسة وممتازة. أهم حاجة الدوز أو الجرعة تكون مظبوطة. تمام، الله يبارك في الجميع. لو في أي استفسار تحت أمر الجميع، ومشكورين شكرا جزيلا.